يقول أم بك عاليا لو عدت إليهم لقاتلك الداعون إليك وسموك شيوعيا. هل يجد أو سلطة الانقلاب منفذا بعد الضربات التي اعتبرها متابعون في الأيام الأخيرة صفعات كبيرة، منفذ في هذه القضية من جهة حتى يضغط على القضاء وهو الذي ظل في الأسابيع الأخيرة يتهم فيه، وربما بعضهم يتخوف من إمكانية حل المجلس الأعلى للقضاء واستغل هذه القضية، ومن جهة أخرى هو يواصل خصامه واتهاماته لخصم سياسي واضح هو حركة النهضة. شوف سي حسين، بربي تو نجاوبك على هذا بعد ملاحظة صغيرة. دائما فيما يتعلق بالاغتيالات السياسية، نعم، المثل الفرنساوي المعروف أكي بروفيت لو كريم، من هو المستفيد من الجريمة؟ الذي استفاد من جريمة اغتيال الشهيدين أو والشهداء من الحرس ومن الجيش ومن البوليس، من استفاد من ذلك؟ هو الذي اليوم يقول أن من كان يحكم خرب البصرة. الكارثة كانت في الناس اللي كانت تحكم، والدليل كانوا قتلوا وعملوا إرهاب. هالعلكة هذية، هالشوينغوم هذية، عنده توا 10 سنين وهم يعاودوا فيها 9 سنين وهي تتعاود، واللي رابح منها هو جماعة الثورة المضادة. يعني الثورة المضادة هي اللي رابحة من اغتيال الشهداء الكل، مش كان شكري والحاج بران، حتى من جماعة الشعامي. وحنا وصلنا في وقت من الأوقات نقولوا ها مش يقع عملية. معناها وكانت وكأنها مدبرة، وماذا بيا لو كان جي نهار من نهارات وتحلل الملف هذايا. أما صعيب، يعني كما كنت نحكي بكري، لأن اللي ينجم يحلها هو المعني. بالنسبة للقضاء والسيد هذايا اللي قاعد محتلنا القصر وما يعمل فيه شيء، كان يسب في العباد ويتهم في الناس الكل، وهو هو ما 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 قدم حتى خطوة. أنا مانيش متقلق كيفكم أنتم، بالعكس السيد هذا مازال القضاء هو شو عمل باللي وقفه، وقف البرلمان، وقف الحكومة، وقف الاقتصاد، وقف السياسة، وقف كل شيء. إيه شو عمل به؟ ما هو عمل يتعرى وعمل يتعزل. القضاء يحب يستولي عليه مش يحكم، هو قاضي البصرة، مش مشكلة. يقلقنيش أنا، يقلقنيش، لأن إذا سكتنا، إذا الشعب هذايا، إذا المجتمع هذايا قبل أن يحكم فيه شخص يعمل له القانون ويعمل له الاقتصاد ويعمل له الحكومة ويعمل له الدستور، فهو مجتمع يستحق ذلك. أنا بالعكس عندي أمل في أن كل ما يزيد يقدم السيد هذايا إلا ويزيد يغرق. واحنا جزتو ما من أسباب من الأسباب اللي ما خلتناش، اللي خلتنا نتراجعوا في على نهار الأحد، وما نحبش نعطيه حتى ذريعة. أنا بالعكس نحب عمال يزيد يغلط. كل ما يغلط، كل ما المجتمع، كل ما البلاد تتصلح، كل ما البلاد تقرب شوية للدواء الصحيح. يحب يحارب القضاء لأنه ما عنده ما يعمل آخر، هو عنده يتسول القوى الأجنبية، يقود القوى الأجنبية، يتنازل القوى الأجنبية، يؤتمر بالقوى الأجنبية، ويحب احنا يحكم فينا، هو محكوم من الطرف الاخرين، اما يحب يحكم فينا من يجنش. هو السفير الفرنسي سيد عز الدين، معذرة، السفير الفرنسي البارح تعقيبا على زيارة مولن مدير العام الخزينة الفرنسية يقول ان الزيارة كانت بطلب من تونس. طبعا ما عندوش، هو ما عندوش القلب والحكومه اللي عاملها هو اللي يخدموا عنده، هذا كله ما عندهمش حتى رؤيه تونسيه. هم ما عندهمش، ما همش وطنيين، ما يخدموش في بلادهم. هم يا اخي ينفذوا في اوامر اسيادهم اللي راضين عليهم اللي خلاهم غادي. ما سمعتش الاخرى، قالتك السفير قال نحب نحطوا فلان راس حكومه. يا ولدي ماناش مستقلين احنا، راهي بلادنا بالذات مش مستقله، راهو 14 جانفي هو
تكملة للحركة الوطنية. راهو 26 جانفي عام 78 تكملة للحركة الوطنية. راهو اللي قام نعمل فيه اليوم راهو تكملة للحركة الوطنية. راهي تونس مازالت مستعمرة رسميا، واللي يحكم فينا هو الأجنبي اللي هذا اللي يحكم فيك تو اللي عمل انقلاب يمشي قود له ويطلب المساعدة منه ويطلب العون منه ويقول له إذا حل لي مشاكلي إذا وريني كيفاش نجم نحكم في البلاد هذه. يعني هو يحرجهم زادة مخاطرة كمام استعمار لما حال، لكن ذكيين مش بالشكل هذا يعني في مواطن